بسم الله. دلوقتي ممكن واحد يقرا كتاب وبعد ما يخلصه يفاجئ ان هو نسي المعلومات، فعشان كده اخترع حاجه اسمها الخريطه الذهنيه. هي عباره عن زي الخليه بتاعت العصبيه بتاعت الانسان بتتفرع، وكل فرع فيه ممكن يتفرع تاني. فانت بتكتب اسم الكتاب او اسم الحاجه اللي انت عايز تفتكرها، وبعد كده بتكتب النقط الفرعيه الموجوده منها. فده بيساعدك على تنظيم الافكار، يعني في ورقه واحده بتلخص الكتاب كله، بحيث أول ما تشوف الصورة دي تفتكر كل النقاط اللي موجودة في الكتاب أو في الحاجة اللي أنت بتذاكرها. فبتساعدك على تذكر المعلومات. تمام، بتكتب مثلا الإبداع مثلا هنا، بتبدأ تقول مثلا إحنا محتاجين نقول إن هو ينقسم لكذا، الأبلكيشن التطبيقات بتاعته، ممكن تكتب مثلا الأفكار اللي موجودة في الكتاب. تمام، ممكن مثلا تبدأ تقول أنا عندي مثلا المايند ماب بتحسن كذا وكذا وكذا، وبتحل كذا، وبتعمل بالطريقه الفلانيه. هتلاقي مثلا انت لو كتبت مايند ماب مثلا بـ MB اداره المشروعات، هتلاقي ناس كتير عامله خرايط بشكل جميل جدا. بيقول لك مثلا ان هو ينقسم لكذا حاجه، وكل واحده من دول لما بتدوس على العلامه اللي في الجنب دي بيبدا يديك تفرعات. تمام، وهكذا. يعني كل العلوم، يعني مثلا حتى في القران مثلا ممكن نقول مايند ماب او خريطه ذهنيه. تمام، هتلاقي مثلا صور قرآن مثلا، فأنت ممكن تفتكر الصورة والحاجات اللي حصلت فيها من أنت تكتب كل صورة إيه أهم النقط الموجودة فيها. مثلا صورة الغاشية مثلا بتنقسم إيه أهم النقط اللي موجودة فيها. تمام، بحيث إن أنت تقدر تفتكرها على طول بالشكل دوت. تمام، صورة القصص إيه أهم النقط اللي موجودة فيها. تمام، أهيت اي علم من العلوم دلوقتي تلاقي ناس عامله له خريطه ذهنيه. حاول انت تعمل الخريطه الذهنيه بتاعتك انت، يعني كل حاجه تذاكرها، كل كتاب تعمل خريطه ذهنيه تلخص اهم النقط اللي موجوده في الكتاب، بحيث ان انت ما تنساش. تمام، في طريقتين ممكن تعملها: مانوال على ورقه وقلم، وحاول بس يبقى فيه الوان بحيث ان الالوان دي بتثبت اكتر في العقل، او ممكن تعملها على الكمبيوتر. في برامج كتيره، سوفت وير كتير، لو انت كتبت مايند ماب سوفت وير هتلاقي برامج كتير جدا اغلبها اوبن سورس، وفي حاجات كتير منها اونلاين. يعني في برامج كتير منها اونلاين اهي، بتبقى سهله جدا. وان شاء الله هتلاقي على قناه بيم اريبيا شرح لاكتر من برنامج بيعمل موضوع المايند ماب ده بسهوله جدا.